بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن نزور بكل خشوع وكل جد وكل شكر لله سبحانه وتعالى الآيات الأولى من سورة سعد، وهي نزلت بمكة تلت نزول سورة القمر، واعتنت بكثير من المواضيع، منها كيف الكفار ما عندهم كان صنعة الغرور ورفض كل وحي حقيقي، وهذا عبر تاريخ الإنسانية يتكرر، ولكن الإنسانية أغلبها عمياء صماء بكماء لا تفقه الدروس الربانية. يعني تجي أمة تكفر الرسول عليه السلام وتفتنه، و عند الإسرائيليين الكلاب يقتلوا سيدنا زكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام، إذن حق عليهم القول كفار. وبعد ربي سبحانه وتعالى أشار إلى عظمة ملكي، اللي في الحقيقة الواعي واللي يعيش مع الواقع كانوا ياخذوا هالآيات هذه بكل جد ويتعلم، ينظر إلى آيات الملك الإلهي. هذا ما ولي اللي يدعون الإسلام إلا القليل منهم، أما خلي اللي سبقوهم اليهود والنصارى الخسارة، لكن زاد كذلك معلمين اللي قاعدين يعملوا روحهم مسلمين قاعدين يتلمذوا على يد هؤلاء الظالمين. يعني الرب ولا عنده ولد، لازم يكون عنده أنثى زوجة يعني يباشرها تحمل ثم تضع، هذا كل لن يكون أبدا، ما يقبل هذا إلا الذي استولى عليه الشيطان فنساه ذكر الله واختلط أموره حتى أصبح لا يفرق بين الحقيقة والخيال المرضي، نسأل الله السلامة.